مرحبا، معكم إبراهيم زوغار من علمني أب في هذا الفيديو الجديد الذي سنتعرف فيه على أداة مهمة وهي أداة التاتش باد أو لوحة اللمس التي توجد على يعني اللابتوبس أو يعني على الكمبيوترات المحمولة. فهذه هي الأداة التي أتحدث عنها هنا، ومعظم مستخدمي يعني الأجهزة الكمبيوتر أو الحواسيب المحمولة لا يستعملونها بشكل صحيح وبشكل كامل. طبعا هذه الأداة تلعب نفس الدور الذي تلعبه هذه الفأرة، يعني فأرة الحاسوب. ستلاحظون هنا أنه بالنسبة لفأرة الحاسوب نقوم بتحريكها بهذا الشكل، وبالنسبة لهذه الأداة نقوم بتحريكها بتحريك يعني السهم بهذا الشكل. ولدينا هنا يمين فأرة الحاسوب يعني هنا، وكذلك يسار فأرة الحاسوب هنا، فتقريبا يعني نفس الدور تقوم به هذه الأداة هنا، ولكن ما هي استعمالتها بالضبط؟ إذا دعونا أولا نبدأ ب يعني الاستعمال الأول وهو النقرات، وسنبدأ كمثال على سطح المكتب. طبعا عندما تنقر هنا في هذا الفضاء الفارغ الموجود هنا، يعني يمكنك النقر مرة واحدة، ستلاحظون أنه لا يحدث أي شيء. يعني أنا أتحدث هنا عن النقر بأصبع واحد، يعني عندما أنقر هنا لا يحدث أي شيء. لكن بالنسبة للبرامج أو الملفات أو يعني المختصرات البرامج الموجودة هنا، مثلا لديك ملف تريد أن تقوم بحذفه، يمكن أن تنقر مرة واحدة هنا، لاحظوا، وستلاحظون أنه تم تحديد هذا الملف. فيعني لإلغاء تحديده ستنقر خارج يعني الملف هنا في المكان الفارغ، ثم يمكن أن تنقر هنا، ثم مثلا من لوحة المفاتيح تنقر على حذف أو ديليت، وسيتم حذف هذا الملف. هذا يعني فيما يخص النقر بأصبع واحد. ثم لديكم هنا يعني بالنسبة يعني النقر بأصبعين، لاحظوا ما الذي سيحدث هنا. يعني أنا أتحدث عن سطح المكتب، إذا نقرت بأصبعين لاحظوا، ستلاحظون أنه يتم النقر على يمين فأرة الحاسوب، يعني نفس الدور الذي يلعب هذا الزر هنا. عندما تنقر هنا على يمين فأرة الحاسوب فيمكنك النقر بأصبعين، لاحظوا أصبعين، وسيتم يعني إظهار القائمة بالنسبة لي يمين فأرة الحاسوب. ستلاحظون هنا أنه يعني يمكنك أن تقوم ب يعني تنظيم العناصر الموجودة على سطح المكتب، يمكن أن تعود إلى الوراء إذا قمت بعملية مثل الحذف إلى غير ذلك، يمكن أن تنشئ ملف جديد مثل مجلد إلى غير ذلك، ثم هنا إعدادات يعني سطح المكتب مثل يعني الصورة إلى والألوان إلى غير ذلك. على أي تذكروا أنه بالنسبة للأصبعين هنا يتم فتح يعني النقر هنا على يمين فأرة الحاسوب، يعني مثل النقر هنا كما تلاحظون. ثم لدينا بالنسبة لثلاث أصابع، فلو استعملت هنا ثلاث أصابع لاحظوا ما الذي سيحدث. ستلاحظون أنه يتم فتح مربع البحث بحيث يمكن مثلا أن أقوم مثلا بالبحث عن برنامج هنا مثلا جوجل كروم إلى غير ذلك. إذا ثلاث أصابع لفتح مربع البحث، ثم لدينا أربعة أصابع بطبيعة الحال، هنا أربعة أصابع لفتح الإشعارات هنا. ستلاحظون أنه لدينا الإشعارات هنا يعني مثل الرسائل أو إشعارات البرامج إلى غير ذلك، فأربع أصابع لاحظوا سيتم فتح الإشعارات كما قلت. دعونا الآن بالنسبة للسحب، إذا تذكروا عفوا بالنسبة للنقر، إذا لدينا نقرة واحدة هنا، إذا نقرت على الفراغ لا يحدث أي شيء. إذا نقرت على أي ملف هنا فيمكن تحديده، لاحظوا أنه يمكن تحديده بهذا الشكل. ثم لدينا بالنسبة للنقر بأصبعين، لاحظوا بالنسبة للأصبعين فيمكن أن أنقر بأصبعين، وسيتم النقر كأنني نقرت على يمين فأرة الحاسوب هنا، يعني النقر بأصبعين. نفس الأمر بالنسبة لي، النقر على يمين فأرة الحاسوب هنا، ثم النقر بثلاث أصابع يتم فتح بطبيعة الحال يعني مربع البحث هنا بحيث يمكن أن أبحث. ثم لدينا كذلك هنا أربع أصابع لفتح يعني الإشعارات هنا وهي الموجودة هنا، إذا نقرتم هنا بطبيعة الحال أو عفوا هنا، وسيتم فتح هذه النافذة الموجودة هنا. الآن بالنسبة للورد بطبيعة الحال، إذا ذهبنا للورد فستلاحظون أنه نفس الشيء. بالنسبة للورد إذا نقرت مرة واحدة يتم يعني مثلا يعني يمكن أن أحدد يعني أن أنقر في أي مكان هكذا. ثم لدي بالنسبة للأصبعين هنا سيتم فتح يمين فأرة الحاسوب، يعني يمكن أن أنقر على أي كلمة،
وأعود مثلا أن نقر هنا، يمكن أن أقر يعني بأصبعين فقط، سأذهب مثلا هنا بأصبعين وسيتم إظهار هذه القائمة كما تلاحظون هنا. نفس الأمر بالنسبة يعني الثلاث أصابع، يتم فتح دائما مربع البحث حتى لو كنت على الورد، وأربع أصابع يتم فتح كذلك الإشارات. الآن دعونا نمر لي يعني خيارات السحب. فبالنسبة للسحب، إذا استعملت أصبع واحد لاحظوا، فيمكنك أن تحرك الأصبع في الشاشة وتتجه به لأي مكان. ثم لدينا بالنسبة لسطح المكتب أصبعين، لاحظوا لا يحدث أي شيء، لاحظوا أنه لا يحدث أي شيء بالنسبة لأصبعين. ولكن إذا استعملت مثلا ثلاث أصابع، لاحظوا ما الذي سيحدث. ستلاحظون أنني عدت للنافذة التي كنت فيها. فتذكروا جيدا بالنسبة يعني ثلاث أصابع، يعني بالنسبة لثلاث أصابع إذا قمت بالسحب من الأعلى، لاحظوا سأعود لسطح المكتب. إذا قمت بالسحب من الأسفل، سأعود للنافذة التي كنت فيها. إذا ثلاث أصابع هي للتنقل بين النافذة ونافذة، يعني خاصة بالنسبة لسطح المكتب. لاحظوا أن مثلا إذا ذهبت لمايكروسوفت إيدج مثلا هنا وسحبت من الأعلى، فسأخرج لسطح المكتب، ثم من الأعلى سأعود لإيدج. نفس الأمر هنا، إذا نقرت هنا في هذا المربع الموجود على اليمين، ستلاحظون أنه يمكن أن أعود لسطح المكتب، وهنا يمكن أن أعود للبرنامج. فيمكنك أن تستعمل ثلاث أصابع هنا للعودة لسطح المكتب، ثم ثلاث أصابع لي يعني يعني من الأعلى للعودة لسطح المكتب، ومن الأسفل للعودة للنافذة التي كنت فيها. نسيت أن أشير أنه بالنسبة يعني الأصبعين، يمكن كذلك أن نقوم ب يعني التكبير طبعا على سطح المكتب. لا يحدث أي شيء يعني بهذا الشكل، لا يحدث أي شيء. ولكن إذا كنت في مايكروسوفت وورد مثلا، فلاحظوا أنه يمكن التكبير هكذا، يعني يمكن التكبير والتصغير. نفس الأمر بالنسبة المتصفح، يمكن أن تقوم بتكبير صفحة أو تصغيرها، لاحظوا يعني باستعمال أصبعين فقط. يعني طبعا إعداد التكبير موجودة هناك كما تلاحظون، يعني لدينا إعداد التكبير، ولكن يمكن القيام بذلك انطلاقا من هذه اللوحة. فيمكن التكبير والتصغير باستعمال هذه اللوحة. كذلك بالنسبة يعني الثلاث أصابع، تلاحظون أنه إذا سحبت من اليمين، لاحظوا ما الذي سيحدث. يتم فتح النوافذ التي أعمل عليها. مثلا يمكن أن نقرأ هكذا، لاحظوا أنه مثلا يمكن أن أذهب للوورد، خاصة إذا كانت النوافذ كثيرة، فيمكنك كذلك أن تسحب من اليمين. نفس الأمر إذا سحبت من اليمين، ثم أستذهب مثلا لهذه النافذة مثلا. إذا يمكن أن أسحب هنا، لاحظوا أنه يمكن يعني أن أتنقل لأي نافذة، ثم من اليسار نفس الأمر يمكن أن أعود لأي نافذة بهذه الطريقة. ثم بطبيعة الحال إذا كنت في المتصفح، فلاحظوا لو دخلت لهذه الصفحة مثلا، لاحظوا الآن ما الذي سيحدث. الآن سأحاول أن أستعمل أصبعين. مثلا إذا كنت أريد العودة للصفحة التي كنت فيها، سأنقر على اليسار من اليسار هنا، لاحظوا وستلاحظوا أن هناك سهم يظهر إلى اليسار، ثم سيتم العودة إلى الصفحة السابقة. يعني طبعا يعني هذه الأسهم الموجودة هنا تلعب نفس الدور، فيمكن بنفس الطريقة من اليمين هنا أن أقوم بالسحب، وستلاحظون أنه سيتم العودة للصفحة. طبعا لا يتم العودة هنا، لماذا؟ لأنني لم أكن في أي صفحة. لاحظوا أنه الآن تم العودة، العودة إلى الصفحة السابقة، ثم العودة إلى الصفحة التي كنت فيها بهذا الشكل. يعني يمكن أن تتنقل يعني بين الصفحات، تلك الصفحة التي كنت فيها والصفحة التي يعني تقوم بتصفحها الآن. ستلاحظون كذلك أنه بالنسبة للأربع أصابع، يعني إذا استعملت الأربع أصابع، يمكن أن أفتح الأرشيف، أرشيف النوافذ. لاحظوا ما الذي سيحدث هنا. الآن ستلاحظون هنا أنه يعني تم فتح الأرشيف، وستلاحظون هنا أنه لدي هذا التاريخ الموجود هنا، يعني الآن هذه هي النوافذ التي أعمل عليها، ولدي كذلك يعني أسطح مكتب أخرى هنا، يمكن أن أقوم بإنشاء سطح مكتب آخر أو العودة لسطح مكتب. لاحظوا ثم ستلاحظون، دعونا نعيد المحاولة، يعني أربع أصابع هكذا. الآن ستلاحظون أنه إذا نزلت للأسفل، لاحظوا إذا نزلت للأسفل ستلاحظون أنه بالأمس قمت بالعمل على هذه الملفات، وفي الرابع والعشرين من نوفمبر قمت بالعمل على هذه الملفات.
فإذا كنت عملت على ملف في تاريخ محدد ولا تتذكر هذا الملف إلى غير ذلك، فيمكنك أن تعود لهذا التاريخ وستجد هذا الملف الذي قمت بالعمل عليه. يعني هنا فقط يعني الأرشيف النوافذ التي قمت بفتحها على الكمبيوتر الخاص بك. دعنا نقر على Escape من لوحة المفاتيح. لا أعلم إن كنت نسيت أي من يعني لدينا التكبير والتصغير، أشرنا إليها بالأصبعين. ثم نعم نسيت يعني الإشارة الأصبعين، ف يعني هنا من الأصبع الواحد يقوم بتحريك السهم بهذا الشكل، لاحظوا. ولكن بالنسبة للأصبعين في صفحة الويب مثلا يقوم بتحريك الصفحة نحو الأعلى، لاحظوا، أو نحو الأسفل، لاحظوا، نحو الأعلى أو نحو الأسفل. نفس الأمر بالنسبة لمايكروسوفت وورد، يمكن أن نحرك يعني الملف نحو الأعلى أو نحو الأسفل، لاحظوا، باستعمال أصبعين. وإذا أردت تحريك السهم فيمكن أن أقوم بالنقر عليه بهذا الشكل. علي لدي حاسوب ديل، فقد يكون مختلف قليلا بالنسبة لحاسوبكم، ولكن أدعوكم للقيام بمجموعة من التجارب على الحاسوب الخاص بكم حتى تكتشفوا جميع الأشياء التي يمكن القيام بها باستعمال التوتش باد أو لوحة اللمس على الكمبيوتر أو الحاسوب المحمول الخاص بكم. أتمنى أن يكون هذا الفيديو واضح. لا تنسوا بضغط الإعجاب بالفيديو لتشجيعنا، وكذلك مشاركته على الواتساب، على الفيسبوك إلى غير ذلك، لتعم الفائدة. أراكم في فيديو آخر.